Life is Mine. الروف، هل عايزين نعمل سقف؟ اللي احنا عاملينه فوق ده ما اسموش سقف، اسمه ايه؟ اسمه بلاط. غالبا السقف في الاخر بيبقى لايه؟ لاوضتين، لثلاث اوض. يعني ايه؟ يعني اجي امسح ده مثلا، طن الوزرة ديت، امسح كده، تمام؟ اجي عندي مثلا ده نهاية مين؟ ده الدور ده في فلور، في فلور، يبقى انا هرسم في الدور. اجي ارسم كده مثلا، الناس تركز معايا بس بعد اذنكم، حتى بالمنظر ده وسلم، ونعمل كمان اوضة هنا، دي غرف سطحة. تمام، هاجي ابص عندي الاول في الساوز، اقول له ليفل على بعد 3 متر، واسميه ايه؟ تمام، واعمل سيلكت كده، سيلكت الحيطان دي، هقول له اتاش في البروبرتس عندي، بدأ من ليفل 5 وانتهي عند ليفل ايه؟ ينزل بالمنظر ده، هاجي اشوف ال 3D الاقي في اوضه هنا وفي اوضه هنا، جميل؟ طيب، مش من طبعا مش مديناها ماتيريال، ممكن نقللها شويه ونديها كمان بيبان، يعني بالراحه كده. نيجي عندي في الدور السادس، بقى عندي ايه؟ الخامس اسف، بقى عندي حيطان. اول هام محتاجه باب صح؟ يبقى مثلا يتحط هنا، الاوضه دي محتاجه باب بس مش درفتين، ممكن نخليه درفه واحده. يا جماعة بتحط هنا، الناس معايا؟ طيب بس خلاص كفاية، عايزين نعمل لها روف بقى. في حاجة عندي اسمها ايه؟ روف باي ايه؟ فوت برينت. بيجي يقول لي ارسم البلاطة بتاعتك، أنا عندي حيطان صح؟ برسمهم كده فوقها، شايف المناسيب دي؟ لو دوست الشيك صح وصيت في 3 دي، الناس معايا؟ طيب تاني هنعملها ازاي والتعديل فيها بيبقى ايه؟ انا عندي السقف في الدور السادس صح؟ ودي الحيطان اللي انا عايز احطه فيها. لما اجي ارسم هرسمه فين؟ في الدور السادس فوق، تمام؟ اجي اقول روف باي فوت برنت، في حاجه اسمها بيك ايه؟ بيك لاين، ادي اول خط. وانا بعمل اول خط بيقول لي ايه؟ انت عايز تعمل له ديفاين سلوب ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني عايز تعرف له ميل ولا لا؟ لو دوست عليه هو متعرف ميل بكام؟ ب 30 درجة. لا قلت له ايه؟ ان ديفاين سلوب واختار لي ده، ما عملليش ميل. ديفاين سلوب واختار لي ده، عمل لي ميل. ان ديفاين سلوب واختار لي ده، ودوست الشيك صح. انت هتشوف ال 3 دي شكلها عامل ازاي؟ فاهمين؟ اللي بعرف له هو اللي بيحصل له ايه؟ هو اللي بيديله ميل، هو اللي بيطلع، واللي ما عرفوش هو اللي بيفضل ساكت. جميل؟ وبعد كده ده كبير جدا، نخليها كام؟ 12 سم بالمنظر ده، ونيجي نقول له ايه؟ ادت تايب، وتديله ايه؟ ادت ستراكشر، وتعمل له مين؟ وتعمل له ماتيريال. اتفقنا؟
ماشي يا جماعة، وتيجي تقول له اختار الحيطة دي، هتلاقي حاجة اسمها ايه؟ اتاش، فاكرينها؟ لما تدوس عليها وكليك الروف ايه اللي يحصل؟ يقفل. واجي الناحية التانية كمان هكليك على دي واقول له اتاش اقفل الحيطة، يقفل. في مشكلة؟ طيب تقول لي لو مسجلتش مرة ممكن ما تحضروش المحاضرة. نيجي تاني نعمل بالروف، هاجي ارسم بيك لاين، ادي خط وادي التاني وادي التالت وادي الرابع، واجي حواليها اعمل ديفاين سلوب. شوف كان ده ولا التاني 3D. حد عارف الحركة دي؟ تمام، او العكس، يعني اجي كده اكليك دي اقول له ادت، هخلي اللي جوه هو اللي معمل له ديفاين سلوب، واللي بره اشيل منه ديفاين سلوب. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا هاجي كده اقول له ديليت، اقول له اعمل لي مربع ويز ديفاين سلوب وارسمه لي جوه بالمنظر ده، وتعالى لي بره اعمل لي مربع ويزاوت ديفاين سلوب وارسمه لي بره. شوف صح؟ تشينج صح، ده اللي كنت عارفه. شوف يعني شوف، بس ان هو لازم ليها طريقه بالظبط كده، اللي هي اللي عملناها اول مره. ايه؟ هو بيعمل اللي جوه بس. بصي انت يعني هوريها لك لما اعمل لك دي، يعني هعمل بيك لاين، اختار بلاين واحد واديها ديفاين سلوب واعمل شيف صح. طيب نيجي نقفل مربع كده بيك لاينز، بس هقول له شيل ديفاين سلوب، انا عرفته ده واحد صح؟ بص تشيك صح. تعالى شوف ال 3 طالع شكلها عامل ازاي. لما نيجي نعملها، لا ما هو طالما انا عملت ده واحد بس هيطلع لوحده، لازم اصد الناحيه الثانيه عشان يقفل ويعمل مثلث. لا ما هو ده اوبشن تاني، دي نفس فكرة الحيطة، لما يكون عندي لوب مقفولة يبقى الحيطة بس دي اللي مليانة وأي حاجة حواليها فاضية. فاهمين أقصد إيه؟ يبقى تاني هاجي هنا أختار دي أقول له إيديت، ابدأ بقى امسك ده وأعملها لي ديفاين، وأمسك ده وأعملها لي ديفاين، وأمسك ده وأعملها لي ديفاين، وبعد كده أقول له هات لي مربع من غير ديفاين وأعملها لي بعيد كده. بص تشيك صح. نعم العكس. اوكي. شيل ديفايند وهات لي. شيل ديفايند وهات لي. مالها بزاوية كام بقى؟ لو قلنا مثلا 20. 20. 20. 20 نعمل تشيك صح. ايه؟ يعني لما اكتب الشيء يبقى ما ممكن في الاول، ده كان في الاول خالص بقى اللي هو اعمل ايه كده. هل هاجي اول في الدور السادس امسح ده وامسح ده وامسح ده وامسح ده واعمل مربع واقول له ديفاين سلوب. مية خمسة وعشرين كام؟ جايبينها منين؟ تنسي كده؟ أهي شايفاه؟ لما سيبت السكتش ده مثلا وده 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 هتلاقي ظهرت هنا، اقول له مثلا لو 30 كلهم بقوا ايه؟ كلهم بقى 30. سيبت كده المربع هتلاقي ظهرت هنا، خليهم 10 كلهم بقى 10، واعمل تشيك صح واعمل تشيك صح.
ايه؟ يعني ايه ده طيب؟ يعني ايه بقى دي؟ يعني مثلا لو ده 10 5 لا ماشي سيبني الموضوع ده ما بيتعملش هنا اصلا، ده بيتعمل مثلا تحت عند بلاطه فاهمه، اللي هو عند الدور مثلا بحوط فيلا مثلا بنعمله من بره فاهماني، فانت بتكوني عامله البلاطه اصلا وتيجي بعد كده تعملي روف اثنين ورا بعض. نعم اه عامل على اللي بره، بص لو جيتي فوق كده هتلاقيه على اللي بره مش على اللي جوه. خلاص ماشي، يبقى انت بتعمليه في السادس هنا هتعمليها ايديت، هاتي بقى ده موفي هنا هنا وده موفي اي موفي هنا هنا ده موفي. ممكن بقى نعمل حاجة اسمها ايه؟ أو تيجي تشوف ال 3D لا ما قفلش، بص في هنا اوفست صح؟ ماينس 0.5 لا يطلع مش قوي كده، ماينس 0.2 ماينس 0.1 كده اتقفل خالص صح؟ ده اللي انت قصدك عليه؟ بالماينس تنزليه بس هو ده اهو تميلها بزاوية في 3D يعني اهو انت بترسمها في 2D. يعني لما اجي هنا اجي مثلا ارسم حيطة كده يعني، ولا مينها في 3D نفسه؟ دي كده ادفع امسك دي لا ده هيلف 2 دي ده بس بليز في اوردر هنا اسمه ماسنج ماسنج بليس، هو ده بيه كل اللي انت عايزاه وكل الاشكال اللي انت عايزاها بس ما خدناهاش دي. لا بص ده هيحل لك مشاكل كتير انت عايزاها فاهماني، او كل الكريتيفيتي اللي انت عايزاها. بص هو انك تديها ميل مش هو نفسه مش فاهم ده، يعني عمر ابدا ما يكون في اوضه فيها حته ميل صح، هو فاهم ده كويس لكن بيديك اوردر اسمه ماس خش اعمل الاشكال اللي انت عايزها بس دي مش حيطه فاهم قصدي؟ بس طيب طب السبرينج بتاعي اعمل ايه؟ اه الاوفر هانج لو جيت عملت اديت طب تجربوا دي اعملوا الكورنيشن نيجي بقى في حاجة اسمها ايه؟ بيظهر هنا فيها الاوفر هانج، يعني اقوله انت عندك كان 3 متر فلما اختار الحيطة دي شايف عامل ايه؟ عمل اوريدي بعدها ايه؟ بعدها متر. طيب لما اختار دي اما انزلها تحت كده أو أطلعها لفوق، عندي مقاس كبير جدا بتشغل. في حد عنده مشكلة في موضوع الروف؟ مفيش، أنا عملت الروف صح؟ لما كليك عليه في سهمين طالع ونازل، لو سكيت على السهم ونزلت، سكيت على السهم وطلعت، عشان بس أوصل في ناس يقول لك أنا عايز الهرم، فاهماني؟ عشان أوصل لنقطة الهرم دي لازم يبقى إيه؟
هي الحته دي. انا لما جيت هنا قلت انا عايز ارسم روف حاجه اسمها بيك وول، ظهر الاوفر هانج مفتوح، اقول له بيك الوول مثلا، لا خليها لي ماينس جوينت تو 5. تمام يا ريس. طيب بعد كده طبعا بتختاروه وتروح تديله ايه؟ ايديت تايم، نديله الماتيريال بتاعي. في مشكله منه زي اي روت. استنى يا جماعه، حد عنده مشكله فيه؟ طيب في بقى ناس كانت عامله لي عربيات صح؟ يعني لما جيت حطيت عربيه مثلا، انا عايز احط عربيه مثلا في الحته دي، هل حط تندا عمودين وعربية تحتيه روف باي ايه؟ باي اكستروجن. بيقول لي بيك وول ارسم فيها، بقول له ادي الحيطه. اوكي هاجي هنا اقول له ارسم لي، استنى بس، اس بي لاين، اي خط بوزيشن 6 ايه؟ شيك صح. نيم. طيب. اطلعي. ميزز. اطلعي ازاز بقى. يبقى تاني روف باي اكستروجن. بيك اقول له اوكي. نيجي اقول له اس بي لاين عشان نحاول نعمل كيرفات كتير عشان ما يخربش. ندخل النهارده ليه؟ ممكن نعمل كيرف. كيرف ازاي؟ ممكن ماشي يا جماعة. واجي في الدور التاني هقول له اظهرني مين؟ الاندرلاي بتاع الدور الاول، ما يظهرش التاندا بتاع الجراوند، هي دي صح؟ هل هاجي اقول له هات لي عمود ارك، مش بتلوت حاجه هنا، لود فاميلي اللي عندنا اللي هي ايه؟ دوز دور ايه؟ كولومز، لو مثلا عمود زي ده تمام، واجي احطه هنا، مش ده اللي انتوا استخدمتوه برضو ولا حاجه تاني؟ واجي احط واحد هنا واحد هنا، وراح اشوف ال 3 دي من فوق كده، اختارهم ده في ليفل 2، خليهم في ليفل جراوند، والتوب بتاعهم ليفل فيرست تمام. وبعد كده اشوف ديت ارتفاعها من الارض كام، يعني اقول له هات لي انوتيت الاين الوش ده لحد مثلا تحت كده، جابها لي طيب دي على اوفست كام؟ 1.9، لا ده 1.9، ال 1.09 يعني. امسك دي هقول له اعملها لي توب اوفست او ماشي ماينس، لا ثانية واحدة، مش 5 ماينس
السعيد ده انا مش حابه كده. ايه؟ جدا ممكن نجيبه سبايرال على طول يعني. ممكن نجيب كولوم. عندك اشكال تانية اسمها ايه؟ نعم صح؟ اني واحدة بقى؟ انا دخلت على المتريك كولوم كده ده حل. بس ده بيتهيألي عمود واجهة. خلاص ده نجيب ده. عمود حديد. مش انا عارف ان ممكن احط عمود سبايرال عادي خالص، بس انا عايز يعني هو شكلها بس بشكل يعني. نعلي تندر رايز اتاش مع دي ديليت تارجت. نقول له مثلا توب اوفست ماينس 5 جراوند لحد ليفل 2 لحد ليفل 1 ابلاي حدث ما تنزل. طيب ماينس 7 زي كده. اه مش هينزل شكله ليه ارتفاع من 900 او 650 650 تعرف لي بتاعه. طيب هنريح دماغنا نحط سبايرال خلاص يعني ازاي فوق يعني. لا 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 مش عايز احط ده، انا عايز احط حاجه حتى شكلها كومبوز. ممكن نجيبه هنا مثلا ليت فاميلي كولومز. لا حلو عمود هنا مبسوط خالص وعمود هنا مبسوط خالص. ممكن بقى الصلاة على النبي كده اهو نختارهم نعملهم ايه التايب نخلي الدايمتر مثلا 0.3 حلو. واجي اقول له من الجراوند لحد الفيرست تبقى صفر و ماينس 1 لو اتاش هينزل. ايوه كده نجيب ده من الجراوند لحد ليفل 1 اوفست 0 اتاش تمام كده. ايه ايه ده وحش برضو؟ لا ده انا بيت بيت ما بيت. طيب دي كده بعد كده نقول له لود فاميلي انسيرت لود فاميلي هات لي مين بقى؟ فين بقى عندك؟ فين؟ أنا كنت في السايد دي فين؟ سبورت فين؟ سايد اخر واحدة في ايه؟ والله ما سمعت ليه ايه؟ فول فرنيتشر دي
خش على كومبوننت ليس كومبوننت لمنها اصفر يعني ما اصفرتش اصفر بس لا سابق 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 هتبقى في دور الايه ايه الكتابة دي؟ ايه ليه كتابة كبيرة كده؟ بتاع مين ده؟ على فكرة ده كان بتاع جهاد روم؟ ما هو احنا قلنا نعمل لها ايه طيب ازاي؟ لا لا قلت لكم تغيروها والله قلت تغيروها حاضر طب استنى بس اخلص دي الاول فين 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 العرق اهي ايه اللي وداك هناك كده لا اي حاجه في الموقع بيخش على ايه على سايت قلت لي واحد صاحبي بيقول لي تعالى عندنا الاهلي قال لي نادي انبي اه والله العظيم ده عربية ايوه ماشي انت حركي والله بصي اهي نزلت في الارض تحت التند محتاجين نشد اشتري عربية لا 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 اتعاملوا انتوا بقى نواجه معاكم ايه بتقول ايه؟ خلاص ما تأخرش عليك تاني المفروض نشرح النهارده؟ اه ما اتعملت اه المفروض نشرح النهارده هو على البوكس وتجيبه انا كنت بعملها في 2013 كنت باجي هنا مثلا على الحته دي كده كليك يمين كان في بس هنا فيو بتبقى في الحقيقه حاجه اسمها 3 دي بوكس ما بقتش موجوده ليه في 2014 مره انا استغربت لما جيت اعملها ما لقيتهاش لا كان هنا دي مين لا لازم تظهر مين ده؟ التاش شو كده يعني انا حاسه تخين جدا سخين قوي شايف مبيع لوحة كام ممكن نعملها دبل كيت عايز التايم انت لونتي الماتيريال من جوه يعني الالومنيوم دي انت مدياها خشب الاير مديها خشب لا
كونكريت هو ايه طلع فوق ده؟ داخل يعني دي هنا في سلم فين السلم؟ فين اه ده يعني ايش؟ انا عارف مش عامل سلم لغايه الاخر، انا عامل سلم اول اللي هو الثاني. يعني هو يطلع لحد الرابع بالطبيعي، اي يعني ما فيش سلم في الرابع يطلع للخامس. وريني شويه عمال نشوف شغلك. طيب ما استعجلش عايزك. ايوه برافو. عايز بقى انت تتكلم في ايه؟ يعني انا ببقى قصدي مثلا بحيطة معينة اعملها لون، بلاقي حيطان تانية ببقى عارف ان انا اعملها لون تاني. بص بص يا جماعة، أمنية ثانية. يعني مثلا الحيطة دي أنا عايز أغير لون، حلو؟ خش أول حاجة أعملها دي كيرتن. لا في هنا حيطه، طب ممكن نجيبها في المان. انا كلمت سوا صحيح، هم مي هم يعني لو تعرفوا حد شاطر في الانتيريور ديزاين، هم هناك عايزين حد انتيريور ديزاين، حد من خريج السنه اللي فاتت السنه دي ايا كان، وعايز يشتغل او شاطر في الانتيريور، فهي يا ريت يقول لي عشان هم عايزين حد هناك. الناس اتعرفت هينزلوا يشتغلوا انتريو هناك، بس لسه الحقيقه ما رحتهاش. حابب تظبط لي الحوار يعني. يعني مثلا الحيطه دي تمام، دي لون انا عايز اغير اللون دي وما اغيرش بقيه الحيطان التانيه، تعملي ايه؟ ادي التايب دوبليكيت وتسميها مثلا حتى بقى لون ايه؟ مثلا هو اسمه يعني اسمه كراون، اسمه اسمه. طيب اعمل ايه تايب الماتيريال بقى، اني واحده اللي انت ملوناها اكيد يا دي يا دي فينيش انتيريور، انت مديها ايه؟ هي دي صح؟ كليك يمين دبل كي حلو كراون، شايف دي الجديدة؟ وروح يمين اللون بتاعها زي ما انت عايز. انا جبته اصفر وعملت درجة الاورنج، اللي قصدي اللي اسمه ايه ده اللون اللي احنا فيه ده، يعني معرفش اسمه ايه، هيتغير ومش هغير الباقي. فهمتي؟ طيب طب عشان ما ناخدش وقت كتير جميل، هنتكلم مبدئيا ازاي اخد شوت واعمل ريندر، بحيث تبقى انت فاهم شويه عمال ما اشوف انا التاسكات عشان ما اضيعش وقت. جينا مثلا ازاي باخد شوت كاميرا الاول، ازاي باخد شوت كاميرا اول هام جنب ال 3 دي في حاجه اسمها ايه؟ بيج جيم. اول هام انت مثلا عايز تجيب الاوضه دي، عارف الراجل بتاع الكاميرا بروفيشنال انت تبقى زيه. هل بمعنى ايه؟ انت عايز تشوف ايه؟ مثلا عايز اشوف الركنه دي مع اخر السرير، يعني اجي كده في كده
في كده ايا كان. اهم حاجه ان اخلي ممكن اللي هو بيتكلم فيه ده ياخد الاوضه، هل يعني بالمنظر ده. طيب ابدا اشد كده، الشده دي مش صح، يعني الشده دي مش صح. طيب حلها ايه؟ اجي ديليت مثلا واجي اقول له كاميرا هات لي من الباب عندك كده هاجي في 3D شايف هكبرها عن كده يعني جميل. طيب ممكن نعمل نشد ايه؟ كليك يمين جو تو فيو واخد الحيطة معايا، الحيطة أو الباب دي باب في حيطة هنا هاي كليك يمين جو تو فيو تمام كده. عايزين نعمل رندر الموضوع ده، اول حاجه اللون صح. طيب انا عندي الحيطه دي لونها ايه؟ دايما الناس تسمي الحاجه باللون. طالما هنخش في الرندر، هل انت مثلا عايز تعمل ده لون ايه؟ بني براون. طيب صح براون ولا لا؟ طيب سميها كده، خش edit type. انت اتكلمت ان هي دي، دي اللي هي الايه؟ عارفين؟ لا دي اللي هو اللون ده صح؟ لا مش ده، الحته اللي باينه قدامي دي اهي. وليه حاسس ان الحته دي واخده كتير؟ اقول له انت طيب يبقى هي دي صح؟ لا انا ممكن نعملها فلاب مثلا كده سلكت الحيطه فلاب بيت التارجت اعمل لها اللاين ده عارف هو ده عمود صح كده؟ ايه الجيم دي؟ طلعناها ازاي؟ ايه انت بتعملها؟ هي لما جت عملت الماتيريال طب ما انا جيت قلت في الاول ان المفروض ان انت تعمل السيكنس بكل اللير بعد كده ترسم عشان ما تلاقيش حيطه وتحتها عمود صغير، مش قلت الكلام ده؟ قلتوش هنا؟ ما بالظبط انك قبل ما تخش تشتغل اصلا تبقى انت عامل الكومبايند رول، هل عشان ما ترسم بيها وتحط عمود يبقى العمود ضربه زي ضرب الايه؟ الحيطه المباني اللي عامل، فاهمين معايا؟ طيب هستنى بتعمل ايه؟ انا الكاميرا راحت ونسيت الكاميرا راحت هذا تمام هختارهم بس انا كنت بعدلها جيت هنا ما تنسيش الجراوند ده في فيلم هي الحته دي صح في هنا مين بقى في عمود خلاص هعمل اللاين ده مع ده وقفت الحته دي اصلا بس كده هنشوف بقى كده الشوت
معايا كلها حاجة واحدة. سيلكت وتقول له ايه؟ edit type. edit انا بتكلم في اي حتة؟ appearance بتاعه اللون ده. ادوس اوكي وادوس اوكي. لو انت في الحتة دي خش على الجزء ده برضه نفس الكلام في ار. بس هو عامل ايه؟ محتاج تعمله فليب؟ لا ظبطها تمام. الارضية لما اجي هنا ليفل 1 مش كده، مش ليفل 1 سيلي، ليفل 1 عادي. يعني اعمل كده فلتر فلور edit type تمديها ايه؟ paint صح؟ paint لون ايه بقى؟ ايه؟ انا مش فاهم. انت عايزني انا بركي واتساب مين ده يا جماعة؟ ممكن كليك يمين دوبليكيت واعمل وود. على فكرة ممكن اعمل ليه ماتيريال. انا باجي هنا في حاجة اسمها ايه؟ كريت ايه؟ كليك يمين رينيم بتقول مثلا عشان ما بوظهاش، لان لو عاملها عامل اوبجكت على بالماتيريال دي هناك لو غيرت الماتيريال هتغير من هناك. فانا بحاول على قد ما اقدر ما اغيرش في اللي عندي عشان لو انا واخده في حته ثانيه ما يبوظش اي حته ثانيه او اي شكل ثاني. مش كنت شفت قبل كده بركيه ده؟ اهو مش ده قوي برضه. انا جبته في مره المره اللي فاتت. ازاي اخد ديفولت ميتك؟ طيب احنا ممكن لما لو ما لقيناهاش نعمل كده نطلق على دي صح؟ اجيبه هو اي واحد ده هو ده صح؟ باجي اقول له عايزه ايه؟ جلوس. ادوس اوكي. نفس الكلام هنا تقول حاجه ضحى ايه؟ نص نص لمعة ولا لمعة؟ لما اجي هنا انا مش ده اللي عملته، ما تزودش اهو بقى اهو. لما اختارها في سيمي جلوسي وفي مطفي وستين فينش اللي هو فينش عادي وجلوسي اللي هو لمعة كاملة. اصلا لما انا وريتها لكم المرة اللي فاتت لما عملت الإضاءة ليه؟ تمام. السقف السيلينج بيتهيألي عايز تديله لون. يعني احنا بنتكلم في السيلينج ده في الأبيرنس بينزل من المنظر ده لونه بيظهر فيه حلو. والكولر اهو هو بيظهر. مثلا لو عايزين ممكن نعمله بيج. محدش جرب معايا فاتح بس ده هيغير. انا غيرت في نفسه صح؟ هو هيعمله بيج فاتح بس غير لي في كل مين؟ غيرنا في كل البيت. لا اتغير اتغير هيبان في الرندر. في تاني ناقص بس كده. اول هام تيجي تقول له الجرافيك
دي تخليها زي ما هي. الشادو اللايتنج تقول له ايه؟ سان اند ارتفيشال وايه؟ وانتيريور، عشان يعني انت شغال شوت ايه دلوقتي؟ مش اكستيريور. طيب بعد كده عايز الانتنستي او شده الشمس قد ايه؟ بتخليها مثلا حوالي 70 عشان انت عندك شباك ومحتاجها. الامبت لاين اللي هو الحاجات المخفيه 30، الشادو 60. طيب بتخليها اوتوماتيك. الباك جراوند انت عايز تحط مش عايز تحط بتخليها سكاي. عايز تحط صورة صورة لأي حاجة ورا سواء كان سحاب أو أيا كان، بتقول له image، بتقول له customize image وروح هات الإيمج. هل اللي مفيش هنا تحملها طبعا من على النت وتجيها. سكاي PSD google.psd. ممكن نجيب دي سيف. كالعادة أنا فين ده؟ حط على الديسكتوب. حاجة على الديسكتوب. يعني بيبدل وشها من جوه يبقى بره ولا بره ولا بره. بلاش 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 نظبط الشرطة. ايوه بلاش بلاش هي فين جابها لي اهو ستريتش ولا اوريجينال سايز. لا خليها دايما اوريجينال سايز. بس ابلاي في حاجة عندي غلط هنا لمين؟ مش اوكي. بيتهيألي الشكل بدأ يظهر بألوانه اللي أنا غيرناه. يعني هتشوف كده ثانية واحدة يا ريس. جزار ركز معايا. لا يعني لا ظهر. ظهر ولا ما ظهرش؟ هل؟ هي دي ليه مش منورة؟ رندرت صورة زي دي مثلا تطلع مظبوطة خد لها وقت. أنا هعملها بس الفكرة كلها هتاخد وقت. هل شطارتكوا بقى يعني أنت شوف عايز تاخد كام شوت. هل وتاخد الكاميرا وتحطها كل ما تيجي تغير لون حاجة تعمل حاجة تعمل إيه؟ دوبلكيت ماتيريال او كريت نيو ماتيريال. دوبلكيت تايب او كريت نيو تايب عشان ما بوصل لايه؟ الشوت التاني. يبقى انت عندك كل شوت منفصل لوحده. حلو؟ لو عايز تسمي الماتيريالز او التايب بالشوت ماشي. يعني تقول مثلا حته 15 شوت 1 حته 15 شوت 2. حلو؟ انت عارف ان دول تبع الشوت الاولاني دول تبع الشوت التاني. لما تيجي تغير اللون تغيره على طول منين؟ من بره. تمام؟ دي كانت أيدي من شوية. anyway نيجي بعد كده نخش على view render. دلوقتي هاتوها best مش عايز اضغط عليكم فيها لحد ما اعلمكم الباقي. بعد كده interior sun and artificial بيقول لك عايزها resolution هتعملها كسكرين ولا printed. يعني ايه اللي هتطبعها اللي هي كتطبع
ولا مجرد صورة؟ لو برنتد بتشوف انت عايز الريزوليوشن كام؟ يعني 300 بقت الصورة مساحتها قد ايه؟ 12 ميجا، 600 مساحتها بقت كام؟ 50 ميجا. حلو؟ طبعا عشان تطلع صورة بالمساحة دي حدث ولا حرج يعني. artificial lighting بتسلكت كل حاجة، كل التروفن وكل الايه؟ اللمبات. انهزم خلاص انا اسف. الايه؟ ها لمبتين ادون. نعم. بيعمل لك رندر على النت. كلاود اللي هي في حاجة اسمها، لو عندك ابل في حاجة اسمها اي كلاود. المهم هو الكلاود هنا خاص بأوتوديسك او حاجة خاصة بأوتوديسك. الكلاود اللي هو بتاع البرنامج نفسه. بياخدوا منه فلوس. مثلا خد 75 او بلاش 75 150 ثلاثة جميلة. عملتها بيست وقلت له رندر. المفروض يعد لي هنا عشان اتاكد ان كل السبوتات اشتغلت يقول لي انت عندك كام ارتفيشال لايت. اول ما بيطلع بيطلع دايما 10% او 8 اهو 130 ايه ارتفيشال. 130 دي يعني مش لا ده انت ممكن يكون عندك السيلينج في واحده، فالواحده عندك براها في واحده كبانل. يعني مثلا يكون السيلينج عندي انت عاملها 4 في 4. حلو؟ 4 في 4 ب 16. انا عندي باين في الصوره مثلا 4، يبقى 4 في 16 زائد الايه؟ زائد الاثنين السبوتات او الاثنين اللي تحت. جميل؟ مع الشمس اللي جايه من بره ده كله يبدا يقل مع الارتفيشال. وكل ما عينت الارتفيشال كل ما كانت الصوره اكبر. فاهم؟ الهاز دي اللي هي خاصه بالايه؟ يعني فيها سحاب ولا مش فيها؟ الناس تبدا تعمل سبوتات. حد وزيه بيخلص بلاك خالص. سيفت بروجكت اوكي واقفل الشغل. وانس ان قفلته يرجع لمين؟ تشوف الاختلاف طبعا. يرجع للوضع الاصلي. تيجي بقى عندك تحت هنا هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ ريندرنج 3 دي. تبصها يجيب لك السرعه. شايف كده؟ جوه البراوزر. هو بيطبعها يعني هل؟ ماشي يا جماعه؟ في حد عنده مشكله؟ صورة؟ لا ما هو يا جماعة فايل اكسبورت ايمج. هل تيجي تقول له ايه بقى؟ تعملها ايه؟ ايوه زوم 2 دي تخليها مثلا بي ان جي مثلا. تقول له لا خليها لي بي ان جي بورت وخلي لي 600. فاهمين حاجه؟ انا بحب دايما ما بحبش الجي بي جي اللي بيبقى ادق منها البي ان جي. فاهم حاجه؟ طيب ادوس له اوكي. هاي هاي او هايد هاي بدوس اوكي. عايز سيف فين؟ انا سيف بس هنشوف بقى. هنستوب. ايه فين؟ كان اسمها ايه؟ نرمين صح؟ لا ما نزلتش. طيب احنا كنا لسه بيخرجها بس استنى اهو. سبورت ايمج كارنت فيو زوم تو ديسكتوب. هاي
ما مش حلو عشان انا مش عاملها حلو معايا. دي لابرنتد الرندر عشان تطلع الصورة حلوة. نيجي مثلا هنا تاني، هو ده اخر واحد صح؟ هو ده. خش على فيو ريندر، خليني دي هاي او باست، تقولي برنتد وتختاري 600. شوف انا قايل له طلعها لي صورة 600 وانا اصلا مش عاملها كام؟ 600، ده انا عاملها سكرين، طبيعي انها تبقى بايظة. تمام؟ بتقول انا عايزها ايه؟ 600. بقت الفايل مضغوط، الفايل مش مضغوط، مساحته كام؟ 50 ميجا. الصورة يعني الكاميرا اللي انت بتصور بيها 8 بكسل ولا 12 بكسل بيطلع كام؟ ماكسيموم 24 ميجا. ده لما يكون خلاص الفايل ده مش الصورة دي طلعت تقيلة جدا، طلع 50 ميجا. الصورة بتطلع ريزوليوشن ايه؟ مفيش بعد كده، بس سيبه يشتغل. فاهمين اقصد ايه؟ عايز ايه كده؟ معايا على اسوأ؟ ده بس يقعد 5 ساعات. هل نيجي بقى حاجة اسمها كاستم. لو دخلت على ايديت، في هنا حاجة في الرندر اسمها ايه؟ ايديت. شايف هنا؟ شايفها؟ أول حاجة البري سيشن، يعني ايه؟ جميل. هنا كانت زيرو. لما نجيب البيست، البيست في حاجات ديفولت فيها، يعني ايه؟ مخلي البري سيشن 8، هل مخلي الريفليكشن 4، مخلي الريفليكشن هو خاص بالايه؟ بالدرجات ويعكس. التاني اللي هو خاص بان الحاجه تعدي او الريفليكتد منها، فاهمين؟ يعني الشمس تعدي من الشباك. هل قايل لك 8 تنزل تحت، برده كل حاجه ليها خاصه بالبلاي ستيشن. تنزل شويه السوفت شادو، لما تعمل ضله عايزها تبان قوي كده ولا ما يكونش فيها نقط، تبقى ايه؟ جلاسي كده. الناس معايا؟ تنزل تحت دي الخاصه بالايه؟ بالمينيونز، بنفس الاوبشن اليمين اللي هو الخاص بالكيرتن وول. شايفين هنا شكلها عامل ازاي وهنا شكلها عامل ازاي، هنا شكلها عامل ازاي وهنا شكلها عامل ازاي. مش عارف العين شايفاها ولا لا عندكم، ومش شايفينها. الفكره كلها في ايه؟ ده البيست، ده البيست اللي هو ايه؟ الخاص. ممكن اقول له حاجه اسمها كوبي تو كاستم، يجيب لي الكاستم. دلوقتي الكاستم ده انت مفتوح قدامك انك تعدله، بس بدايه من مين؟ من البيست. فاهم يعني؟ خدت الارقام بتاعت البيست وبيقول لك لو عايز تزود زود. ممكن اخد البلاي ستيشن مثلا 10، ايه ماشي نقصي، بس انت كده بتقللي من جوده الصوره. فاهماني؟ انا ممكن اجيبها هنا مثلا الميديا واقول له كوبي تو كاستم وعدل عليها، او الفاست كوبي تو كاستم وعدل عليها. فاهماني؟ الريفلكتد مثلا ممكن نخليها ايه؟ 9، بس ياخد وقت كبير. دوت نخليها برده كام؟ 20، بس ياخد وقت اكبر. اي حاجه بلاي ستيشن تخليها حاول تزودها بحيث ان الصوره تطلع مالها اكيورسي عاليه. كفايه كده؟ ودوس اوكي. 600 او 300 طبعا انا يعني تاني انا مش هعرف احركها، بس هحاول امسح دي. او ممكن اسيبها بس اشيل الشمس. هعمل حاجه يعني اعمل ايه؟ هنا ما انا لسه بقول اهو ان انا ممكن اسيبها بس اعمل ايه؟ اجي هنا في ورق، بس كنت اقلب الاجهزه
تقول له ايه انتيريور ايه ارتفيشن اول. خلصت كله تقول له رندر. كريم وهيزي عايز حاجه كتير ولا ايه؟ لك انا ما شلت الاباجوره بقى كام؟ كان كام من شويه؟ لو حد ماشي يعني عندي كنت هيفرق في وشي سؤال فايلك رايح انام مين ده؟ ازاي اطبع؟ ازاي اطبع؟ بسجل والله تعويش على التسجيل ده هتتعب. لا الربيع ده يعني هو بروفيشنال في الماكس بس مش عايز اصدمكم بحاجه هو مش مهندس. لا الماكس ما يستويش انك تكون مهندس عادي يعني انت فاهمني؟ هو بتاع يعني شويه هو رندره وطباعه وكده فما يعني ما تتوقعش منه اكيد شاطر. ما انا بفهمك عشان تبقى فاهم الشخصيه اللي جايه قدامك وهتساله ازاي. يعني انا مثلا انا مهما كان بتكلم معاك عارف الكونسيبت ايه. هي طلعت المعلومه بدي فاهمه. شطارتك في الماكس انك اي حد يديها اي حاجه يديها لك اعملها على طول. على فكره كويس جدا من احسن الناس في مستوى مصر اللي بيسجلوا كتير على النت يا ريس. المهم عايز اطبع باجي من فيو في حاجه اسمها ايه؟ شيت كومبوزيشن. بص بقى احنا عندنا ممكن ناخد الطباعه والحصر عشان الاثنين بيتاكلوا مع بعض. بمعنى ايه؟ الاول انت الوك ثرو ده انا كنت عايز اجربه بس ماشي حلو. لما اجي هنا ده بلان احنا عملناه صح وعايز اطبعه اتفقنا. هات امك من الاخر. تمام قوي اتفقنا. احنا لما ابقى واقف كده مش معلم على حاجه عشان اخفي الحاجه اللي تحت دي منين اندر لي اقول له نان يظهر لي الشكل ده. هل طيب انت عايز تطبع ده اول هام انت محدد الايه السكيل بتاعك السكيل اتغير اتفقنا. اللي ثابت ده بيبقى دايما مين؟ الفونتات. فانت من الاول بتخش تحدد انت هترسم بسكيل كام عشان على اساسه تعمل فونتات. فاهمين معايا؟ يعني مثلا ممكن اجي هاجي مثلا سكيل واحد لمية هروح عامل دبل كيل ويز ديتيلينج واجي اسميه مين؟ لا خالص واحد ده بس اقول له سكيل واحد مثلا ل 200. هل ده رينيم واحد ل 100 معايا الناس؟
عندك واحد لمية وواحد لمتين. تيجي في الواحد لمتين، انت عندك تكست صح؟ تختارها، هيجيب لك دي edit type، تعمل له ايه؟ تعمل له ايه؟ duplicate، سميها مثلا كده، لا دي واحد لمتين. قلنا لما من واحد لمتين انا قلت لكم الارقام 0.24 0.48 الحاجات دي من عاد ممكن كده. انا ثاني لو لازم اقول اقول ثاني كده. يعني اجي هنا للتكست سايز، احنا خدنا التكست صح وكلمنا في الاريال وكل حاجه فيه مظبوط. طيب هاجي هنا انا محتاج اكبر ده ولا اصغره؟ اصغره صح. طيب في الكاد يعني لما انت حضرت معايا كنا بنتكلم هطبع ازاي؟ عشان انا اشتغلت معاكم كاد، اشتغل معاكم كاد مصطفى، بس اكيد ما عرفوش ان هو هو كده. لما تيجي تطبع لو 1 ل 100 تخلي التكست 5.24، 1 ل 200.48، 1 ل 50.12، 1 ل 25.06. هل الفكره كلها في ايه؟ ان لما اجي اطبع في الكاد لو سكيل 1 ل 50 اللوحه بتتضرب في كام؟ في 2، فعشان كده بعمله 0.12 عشان لما يتضرب في 2 يتحول لكام؟ 0.24. لا الوضع في الريفت مختلف. اللي في الريفت لما بعمل سكيل 1 ل 50 بيصغر لي اللوحه او بيكبر لي اللوحه. هل 1 ل 200 زي ما عملنا من شويه صغر اللوحه صح؟ جميل. بس التكست ماله؟ 0.24 زي ما هو صح؟ يبقى انا عشان اواكب الصغر بتاع البلان اعمل ايه في التكست؟ لان انا عارف ان الريفت بيفهم هيطبع البلان زي ما هو، لكن في الكاد ما بيفهمش، اللي هديهوله هيتضرب في 2، لكن الريفت اللي هديهوله هيطبعه زي ما هو. جميل؟ فبعمل التعديل بتاع الريفت على ابوه وانا شغال، لكن في الكاد ولا بطبع. جميل معايا؟ يعني مالناش دعوه بده. ده في الكاد بس معلومه ليك. وانتوا شغالين في بيانات الكاد المفروض الاول انت بتعرف شغال بسكريبت كاد. وعلى اساسه بتعمل التكست هايت بتاعك سواء كان في التكست ستايل او في الدايمنشن ستايل. انتوا معايا؟ خلاص خلص الكلام. بطبع السكريبت بتاعي كده من الفيو كود. نيجي بقى في الريفت. لا الرقم ده 4. بصي ده الرقم الاساسي بتاعي 0.24 0.3. الرقم ده ما بيتغيرش. في الريفت بقى بعمل ايه؟ مسار. طيب انا عندي التكست ده عامله في كل اللوح صح؟ فممكن يكون عندي بلان 1 ل 100 وبلان 1 ل 200 صح؟ بعمل ايه؟ زي ما قلت من شويه هنعمل ايه؟ دبل كيت واعمل لي بقى تايبس. اقول مثلا تكست 1 ل 100 زي ما بعمل في الكاد بس هعمله في الريفت. تمام؟ ولما اختار ايه ثالث مره في الدوري اقل من ثلاث دقايق. ولما اختار البلان بتاعي وحدد له السكيل هسلكت الدايمنشن وسلكت التكست واغير التايب بتاعه. بس اغيره لايه؟ التكست اللي يناسب السكيل بتاعي. تمام معايا؟ بس لما اجي اطبع كل الفونتات اللي ايه؟ مضمونه مش حاجه. يعني اجي ده 1 ل 200 اخلي التكست سايز مثلا بتاعه هو كان 2.5، ده اللوجيك بتاع الريفت، اخليه انا كام؟ 1 دولار.
اللي هي كام؟ 0.125 اللي هي 0.125 من ملي المتر بقسم على 10، من ملي السنتي بقسم على 10، من ملي المتر بقسم على 1000. تمام، ادوس اوكي. شايف اللي حصل؟ بقت مواجبه ليه. نيجي هنا هدوس دبل كليك، احنا عارفين عشان اغير في التاج ده دبل كليك عليه. لو عملت عليه سيلكت هيجيب لي التكست ايديت تايم دوبليكيت، واقول له ايه 1 من 200، ادوس اوكي. التكست سايز كام؟ 3. لا خليه لي كام؟ 1.5، او اخليه زي هناك مين 1.25 و1 الفونت. ادوس اوكي واقول له لود انتو بروجكت. لا لا وانت بتاخد ريفت عشان تطبع كاد؟ دي حريه شخصيه ليك، انا بقول لك على انت بتاخد معايا كورس ريفت، لازم اعلمك ازاي تطبع مظبوط من ريفت. انت بقى عايز تطبع من كاد براحتك. بنبيع منين؟ لا بعرف اخرج بي دي اف واعرف اخرج ليه واحد. الفونت هيبقى بايظ. ايوه الفونت هيبقى بايظ، يعني ده 1 ل 100 الفونت مظبوط صح؟ شايف الفونت هنا كبير عن ده، مش فاهمين حاجه صح؟ بصي مش شايفين برضه، اهم حاجه الفونت، اهم حاجه في اللوحه الفونت ما يضربش. هل فده كان القديم؟ لا انا عملت غيره كام؟ صغر كده، فهماني؟ لو رجعته تاني بدل يعني هسلكت عليه ايديت تايب واجي هنا في التاب بدل 1.25 خلاها 2.5، رجع لاصله وخليتها واحد، ما 1 ل 100 يا جدعان. انا شغال اقول برضه هو الميزه عماله تقول لي صغر اهو كده، ده بالنسبه له ايه؟ كبير. لما سلكت دوت واقول له 1 ل 200 ادي التايب 1.25، انا مناسب للوحة دي ده ولا ده؟ اه كله صغير اصلا. طيب العادي ده ولا ده؟ اليمين ولا الشمال؟ فهمتي؟ الفونت على الشمال ماله؟ حتى لو جيت تطبعي بي دي اف هيتبع بنفس الشكل. بت ايه؟ لا انا عملت تايبس، خلي بالك العب في اللعبه دي، انا عملت تايبس. تيجي هنا اقول له هات لي دوت 1 ل 200، هات لي دوت 1 ل 200. كليك يمين يعني ايه؟ سيلكت تقول ان انسى فيزا بالام بي وكده، عملت سيلك على الدايمنشن كلها، اقول له خليها كلها كام؟ 1 ل 200. وريحت دماغي. هل دي بقى من زمان عملي ازمه؟ الجريد بالذات مش هيتعمل غير في الفاميليز. يعني ايه؟ نصلي على النبي. نيجي مثلا، حلوه الفكره اللي جت في دماغي، نخش على الاوتو ديسك. احنا كنا بنجيب الدايره والحاجات دي منين؟ من انوتيشن في اللايبرري صح؟ من انوتيشن الاقي حاجه اسمها الجريد صح؟ مش هي دي؟ هي دي صح؟ افتحها وسلكت دي، هقول له بقى دي ايديت تايب دوبل كيت واخليها 1 ل 200 واقول له ايه؟ تايب سايز بدل 4.5 خليها كام؟ 2.25. ادوس اوكي. دي نفس الكلام بدل 6.5 اخليها كام؟
لا لا اوعى. لا 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 اصل ده معمول فاميلي بس كده حلو. واجي اقول له نوت انت بروجكت، اني بروجكت اللي هو اني اسمه حنان صح؟ ولا في تاني؟ حنان اوفر ران. الواحد مسكين انا شغال في عين اللوحه دي صح؟ ظبطت ولا ما ظبطتش؟ فهمتوا؟ معايا رئاسة؟ تختار دي؟ اتفقنا ولا ايه؟ يبقى انا عملت سكيل 1 200 وظبطت الفونت عليه. حلو؟ نيجي بقى نبع. هاجي هنا للشيت، كليك يمين، نيو ايه؟ نيو شيت. بيقول لك انت عايز لوح ايه؟ فبقول له هاتها لي لود بلاقيها في ايجيبت او بلاش في ايجيبت في لايبرري في ايجيبت حاجه اسمها ايه تايتل بلوك ولويد لي كل المقاسات. اوكي اوفر جاب لي كل المقاسات. انت بقى بتعرف انت عايز اقل لوحه ازاي؟ هقول مثلا دوست اوكي. هاجي اجيب مثلا ده احلى حاجه في الريفت بيريحك من حسابات الكاد. يعني ايه؟ يعني اجي اقول له هات لي انوتيت الاين مثلا طيب بلاش هات ديتيل لاين من هنا من اول الرسمه اللي هو الرسم اللي هو هنا لحد هنا مش دي مقاس اللوحه بتاعتي. واجي اقول له اللاين من اول هنا لحد هنا جاب لي كام؟ 26. 26 دي لوحه ايه؟ السلي كبير عليها شويه اي فور صغيره لينا سنه. يعني ممكن نيجي مثلا ايه اجي كنترول بي بي دي اف ادو بي دي اف سيت اب اس بي عايز اللوح فين؟ امشي طيب ممكن اجيبها من الكات ثانية واحدة كنترول بي مالك يا غزال والله انا عايش في الليلة دي كلها انت مش بتشغل الكات فريق بس لسه في حاجة كتير ما تعرفهاش اهو ال A3 كام؟ 42 طالع عندي كام؟ 26. طب شوف ال A4 29 صح؟ يبقى هي ايه؟ A4. يبقى لما اجي هنا عندي في الريفت اجي اقول له اعمل لي فيو نيو شيت وهاتولي مين؟ A4. فتح لي ورقه A4 حلو؟ دي اسمها خرطوشه او باند. بلوت فيها ازاي؟ بجيب اللوحة تجيب المنظر ده حطها لي هنا حاطط كده تبدأ تموفها وتظبط اللوحة على مين؟ على المقاس. جميل. طيب أنا بقى مثلا إيه مش عايز ده يظهر لما سلكت عليه بيظهر لي حاجة هنا اسمها نو تايتل تايتل نو لاين وتايتل بلاين. حبيبي معايا؟ بقول له تايتل نو تايتل. خلاص؟ طيب ايه تاني؟ اول هام المربع ده كبير جدا. هو كبير ليه؟ عشان الاسهم اللي هي الاربعه دول جايين في الاركان.
فلازم هو يقول لك ان دي الرسمه بتاعته. لو جيت غيرت هنا هيغير في المشروع كله ويغير كمان في البلان. كله كونكتد مع بعض. وما ينفعش بلان يتحط على شيتين. ممكن تعمل كوبي للشيت. يعني ممكن اجري الشيت ده كده. كليك يمين ايه؟ دوبليكيت. قلناها تبقى مقفوله. بس ماشي. ممكن نعمله دوبليكيت. هل؟ زي البلان. او ان انا اعمل دوبليكيت بلان. تكون لي واحد صح؟ اروح اعمل نيو شيت A4 واحط عليه البلان الجديد. انت معايا؟ لكن لو جيت مسحت ده وجيت حطيت ده هنا قال لك ايه؟ هو اصلا محطوط في شيت، مش هينفع يحط بلانين في شيت واحد. الناس معايا؟ لا، لازم تعمل دوبليكيت من الشيت من البلان نفسه تحطه على شيت تاني. اتفقنا؟ ايه براحتك تضيع 10 بس انا بفهمك. ما هو انت ممكن مثلا ايه زي موضوع البرزنتيشن، انت ممكن تطبعي انت تعملي دوبليكيت البلان اصلا، ده اللي قلته لك، تحاولي تعملي دوبليكيت البلان تعمليه از برزنتيشن، تيجي تطبعي بقى ده شيت طباعه او ده شيت البرزنتيشن ده شيت الوركينج مثلا. فاهمني؟ طيب معايا؟ نيجي هنا البلان ده، اجي عشان اخفي المربع ده دبل كليك يفتح لي البلان كاني واقف فوق. هسلكت دي كليك يمين سلكت اقول انستنس فيزبل ان فيو، سلكت الاربع ايه جوانب واقول له ايه هاي باي الا كليك يمين دي اكت. تيجي تسلكت ايه اللي حصل للمربع؟ في مشكله. تيجي تموف. طب هو انا كل شويه اموف، انا مش عارف فين السنتر، مش عارف اي حاجه خالص صح؟ في حاجه في فيو اسمها ايه؟ جريد. بدوس اوكي عمل لي ايه؟ عمل لي مربع. تيجي انت مثلا تبص ده المربع اللي في النص، تيجي تقول له موف، هات لي بقى مثلا ده انت عارف ان دي مثلا مكان نص البحر، تجيبها تحطها مع نص ده. يبقى انت كده سنترت مين؟ سنترت البحر. كده تيجي تسلكت ده، تقول لي كليك يمين ديليت. اتفقنا؟ لحد كده، لحد ما يجي يعدل في دول كله يجرب. بص بقى بنعمل ايه؟ باجي هنا اكتب تكست. وانا عايزين نكتبه ايه؟ شيت نمبر بعد كده. شيت نيم. انا باجي انا بكتبه تكست ها، يعني ده مش ليبل، ده تكست مكتوب. اختار فيه اقول له هاتهولي 3 مللي. تمام. ده ممكن اكبره عادي. اللي بعده مين؟ بروجكت او السكيل صح؟ طيب نيجي بقى هقول له كرييت ليبل هنا مثلا هتعوز ايه؟ شيت ايه؟ شيت نمبر صح؟ يمين اوكي احط لك بتاع ده انا عايزه كام؟ 3 مللي. تمام. اللي بعده كليت ليبل هنا الجزء اللي بعده شيت مين صح؟ مين اوكي انت معايا؟ ده التكست ده ليبل ها؟ بص يعني هدوس على كده مثلا هدوس دوت انت بروجكت اوكي بالعكس بالعكس
بص اللي انا عايز اعلمهولكوا ايه، انك تثبت حاجه وتغير في التاني، فاهمين قصدي ايه؟ يعني لما اجي كده متخنقنيش عشان متضايقش عليك، بس اهو التكست خلاص، التكست ايه؟ ثابت ما بيتغيرش، لكن بيتغير هو مين؟ الليبل. شيت نمبر مثلا 20، شيت نيم سميه زي ما تسميه، لكن لما تيجي هنا في التكست دبل كليك هيفتح لك الايه؟ الفاميلي، لكن ما بيفتحش التكست. يبقى انا ثبت مين؟ ثبت اللي بره وبغير هنا، شيت نيم بلان نمبر 1. معايا؟ طيب ممكن مثلا في احتمالية ان الليبل متتهيأليش يعني، لا مش هي، تمام ماشي يا جماعة، وغير الحاجة بتاعتك ده في اللوحة دي. انت ايه نظامك لسه عند 10 ولا ايه؟ بقاله ساعة يخلص انت. طيب يبقى في الشيت كل الفكرة انك بتشوف مقاس اللوحة كام، عايز تعمله سكيل كام، تظبط الفونتات عليه وتحط ايه؟ وتحط البلان. في مشكلة؟ طبعا انت ممكن تلاقي كذا حاجة، يعني انت لو عايز تلاقي البلانين جنب بعض بس لازم تخلي مقاس ايه؟ لوحة أكبر، يعني تيجي فيو تعمل لي نيو بدل A3 تخليها A1 مثلا، جاب لك لوحة أكبر تحشدت فيها سكيل 1 ل 200 هنا. ماشي، ده مثلا دي لوحة صح؟ وتحشدك كمان اللي جنبه. نختار دي دبل كليك، اقول له لا خليها سكيل 1 ل 200، انا عارف انت هيضرب بس مش مهم. هل بسلكت لي على دول دول كليك يمين سلكت ولا ايه؟ سلكت فيزابل ان فيو، كليك يمين حاجه اسمها ايه؟ هايد ان فيو، كليك يمين دي اكتيفيت خلاص اموت ده الوقت صح؟ ولازم اخش اعمل ايه؟ عشان خلي الاثنين مثلا تحت بعض اقول له هات لي مين؟ فيو، هات لي الجريد، يعمل لي الجريد، اجي مثلا ده كنت جايب اول الحته دي مثلا عندي ده، راح جايب ده كمان موف انتقل على عندي اكس ده صح؟ اول حتة دي عندي ده، ناس معايا؟ طيب اختار ده واقول له شيل الليبل دبل كليك هنا، كليك يمين سيلكت الانيس اللي فيزا بالام بي يو، اقول له هايد اند فيو باي اليمنت، تمام كليك يمين دي اكتيفيت. الناس معايا؟ هنا لو انا مش عايز ده يظهر هضبط كليك هنا واقول له ايه؟ الاندر ري خليه ايه؟ خليه نعم دي اكتيفيت، واجيب دي اموتها لفوق ادي بلان كمان. جميل. عايز احط لو انا بقى واخد سيكشن ماشي، يعني هنا مش واخدين سكاشن، لو جيت كده سكيل 1 ل 100 مثلا كنت واخد سكشن وجيت في السكشن جوت فيو ادي سكشن صح؟ جميل. انتوا مالكوا انتوا ولا ايه؟ هو معايا؟ طيب
واجي اقول له هات لي السكشن اللي انا خدته حطوه هنا بالمنظر ده. بس معايا تعمل بقى ايه؟ دبل كليك تختار ده كليك يمين سيلكت اول انستنس كده بالان فيو تقول له ايه؟ باي المنت كروب بتقول له هايد كروب صح؟ تيجي تقول له هنا زي ما اتفقنا عايزه ايه؟ عايزه فاين عايزه ايه؟ شد ولا كان هيدن؟ لا مش هيدن لا لو انت عايز تظهر بايه؟ اظهر حاجه بالهاتش بتاعك الناس معايا؟ طيب ونفس الكلام ده كليك يمين سيلكت اول انستنس فيزابل تقول له ايه؟ هاي اوكي كليك يمين ايه؟ دي اكتف سيلكت ده تقول له انا عايزه ايه؟ نقطة سيلكت البلان تقول له موف تقول له مثلا الكورنر ده هل جيت بعد كده دخلت هنا مثلا في السكشن انا لوحده وخدت ايه؟ كول اوت حطها فين مثلا؟ حطها في التفصيله دي عشان نبين التفصيله دي مع بعض وكليك يمين عليها جوت فيو دي التفصيله صح؟ اروح اجيبها ايه؟ فاين جنب كل الهاتش اجي بقى عندي هنا وبالمرة كمان هات لي كول اوت شدها لي هنا عايز احطها هنا ماشي عايز احطها هنا ماشي عايز احطها هنا ماشي سكيل 51 دبل كليك عليها عايز سكيل 125 مش موجود سكيل 125 تعمل له ايه؟ كاستم تقول له 1 لـ25 بص اللي يحصل كليك يمين هايد ان فيو باي المنت تقول له كليك يمين دي اكتيفيت سيلكت ده وتقول له ايه كل اوت شيلهولي تقدر تقول له موف من هنا ايه الاخبار؟ انا عايز انطباعات بحب اسمع طيب تبدا تشد وتحط البيانات بتاعتك كل الاشكال لو انت مرندر خد الرندره في مشكلة؟ اعمل العرض ده بسرعة عشان نخش بسرعة في حاجة كده اقفل بيها البرنت واللاي اوت يلا بسرعة احنا خدنا شوت الكاميرا صح؟ ازاي بقى اعمل فيديو؟ غير ما اعمله على الشوكيس مين هنا في حاجة اسمها ايه؟ حلو ابدأ من الاول ان انا واقف بره على اللاندسكيب حلو؟ اول منظر بالنسبة لي اقول له انا ماشي كده ماشي كده بني ادم ماشي خالص مفيش اي مشكله دخلت من الباب واحنا قاعدين ماشي كده شفت الكنب واحنا قاعدين دخلت شمال في الحمام بس سهله في المجال هل خلصت الوك ثرو كله بقى ركز معايا كليك يمين جو تو فيو بيجيب لي اخر لقطه انت هتشوفها بيجيب لي اخر لقطه انت هتشوفها هتشوف شكل كده في الاخر بعمل له حاجه اسمها ايه اديت ووك ثرو بتبقى البلاي مصفره بتعمل ايه الفريم بتخليه واحد الفريم هو فريم واحد جابني مين؟ جاب لي أول واحد بيقول لك أنت عندك 300 فريم كان عندك 300 شكل فاهم معايا؟ بقول أنا عايز أول واحد جميل؟ باجي هنا مثلا الفار كليب أوفسيت مثلا خليته 100 20 المركب اللي بيحصل خليته 2000
انت هتجيب قد ايه من اللي ورا؟ الناس معايا؟ الكليب او الاوفست بتاع الكليب. طيب ماشي، دي هاجي هنا وانس اللي عملت له هنا، اخش على الايديت، البلاي بدات تظهر صح، ادوس على دي يبدا يقول لي انت عندك مثلا 300 فريم اهو، الكي بتاعهم اهو، اقول له مثلا لا خليهم لي مثلا 200 فريم، ومن كل واحد والتاني 5 ثواني، ادوس اوكي. هل اجي على اديت الاقي بلاي منها؟ اقول له بلاي. بطيء برضه، اقول له كده اوكي. لا يبقى 200 بالنسبه له لا كتير، خش 200 خليهم كام؟ خليهم 100 تاني 5 ثواني، حلوه جدا. عايز تخليها قد ايه مثلا؟ ثانيتين؟ ثانية ايه يا عم في تمام تجري؟ طلع دي تهرج. بس هو ماشي بيقطع لان انا ما مشيتش سموث كتير. انت معايا؟ يعني هتيجي مثلا في اللقطة دي في لقطة دخلتها على طول هيخش من غير ما يعمل تقطيع. أنا شايف مثلا أهو ما كنت بكتب كتير ورا بعض. في إيه مالك كنت هتعمل إيه؟ طب في الفيديو ده أنا حبيت أطلع معاك. اطلع حد ماسكك. بص ايه ده، ايه الحمام سعيد اللي على الشارع ده؟ هو الفكره كلها وانت لا الورك ثرو بيمشي في البلان، انت فاهمني؟ تمشي في الشقه جوه البلان، تطلع سلم في الشوكيس بقى والحاجه الحركه بتاعتك في الشوكيس، فاهمني؟ طيب عظيم. ما هو اللي انا عملته في الاول تاني 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 ده. في الريفت يعني مثلا في الشوف هنا يعني مثلا اقول لك ايديت ايه دي بقى توصل فيها؟ ماشي همسك النقطة دي. الحب يعني؟ ده وانا شغال في الاول يعني باجي هنا اقول له ووك ثرو، اجي مثلا ادي واحد وقفت بحدد بقى انا هنا ولا كده، وانس انك لكيت النقطة خلاص اخش على اللي بعدها. تمام حاجة؟ واجي اللي بعدها ماشي كده ماشي كده دايما على طول. ده تقص لي مال ثانية هو بعد ما عملش مش المفروض بعد كده نسيب كل نقطة قاعدة تحت الدوري ويظهر نرجع تاني نعمل كده هنا وقت الوزارة الوزارة اللي احنا عملناه.
انا لحد دلوقتي انا بحاول اوصل يعني النقطه اللي انت انا هو بيعملها في 3 دي ولا في 2 دي؟ في 2. طب سيبني اشوف. في النوكس روم ده كده الكلام ده قول فين دي بس ماشي انا بس هي بتتكلم بزوايا هي بس حتى لو بتفوت يعني ماشي هكليك النقطة المفروض يظهر لي هنا مثلا زاوية فاهم هنا يظهر لي مش زاوية طب سيبيني عشان بقولش ايه ما بكتبش في حاجة مش عارف يعني طول عمري بعملها الكوات بالمنظر ده باخدها بعمل لها سامبل ده الفريم هنا انا هخلي مثلا 10 فريم ثواني ابلاي لا 50 فريم ابلاي 20 فريم ابلاي الارقام اللي تحت بوينت 3 بوينت 7 1 1 يعني لما اجي هنا اجي اقول له في ايديت بلاي اي مثلا شوف عندي ده اقول له edit play بعد ما اقول ان اللي حصل انا عاملها ايه هم 15 شوت وقللت الايه اللي انتقلت منهم رقم 300 مثلا تبص تلاقي اللي حصل قلتها بلاي او اول واحد مثلا بعد اول واحد بوينت 3 يمشي بوينت 3 ثانيه لحد 7 ثواني في المنطقه دي انت فاهماني بس هي بس ده خليها 5 ثواني دوسي ابلاي اوكي تيجي تعملي بلاي يجي يبدا لوكس يمشي بالمنظر ده يجي بسرعه يمشي من ثانيه لثانيه انت معايا بس عايزه تسرعي بتزودي الفريمات وتقللي الوقت يمشي بسرعه او تزودي الفريمات وتزودي الوقت ايا كان ايه الاخبار حد فاهم حاجة؟ مين مش فاهم؟ الفريمات اللي هو اللقطات انت عندك مثلا 45 لقطة بتقول انا عايز 300 هل؟ بس زود البريد من كل واحد للتاني وزع زي ما انت عايز بقى انت فاهمني؟ لو زودت اللقطات زود الوقت بحيث ان هو مثلا باللقطة الأولى واللقطة التانية ياخد بينهم 7 لقطات فاما ازود الوقت بدل ما كان بينهم 7 ثواني بقى ما بينهم 15 ثانيه فالسموس تبقى اكبر انت فاهمني بدل ما بيقطع فاهم حاجه طيب نيجي بقى تاني لاهم حاجه عايزين نقولها موضوع الجداول ازاي اطلع جداول جميل دي اخر حاجه نقولها النهارده اسجل انا باجي من سكيدولز في حاجه اسمها ايه سكيدول اند كوانتيتي بص بقى في سكيدول اند كوانتيتي وماتيريال تيك اوف اللي بيحصل الماتيريال هو الماتيريال تيك اوف لكن اللي بيحصل الاليمنت هو مين هو السكيدول يعني هقول سكيدول هيفتح لي ويندو يقول لي انت عايز تحصل مين عايز احصل البيبان ادوس اوكي طيب عايز تحصل ايه في البيبان اول هام عرضها تاني هام سكنسها تالت هام الجلسه ما تهمنيش في الباب ارتفاعها الليفل اللي هي فيها وظيفتها انتريور ولا اكستريور ابتدى شرحتها تمام فين تاني في فاميلي تايب
تملى عن طيب. هل ودوس اوكي. ده كده كله بقى يركز معايا اللي هم ده مهم جدا. اول هام انت لو عايز تخلي الويتس والسيكنس والهايت مع بعض بتعمل حاجه اسمها ايه؟ جروب. تيجي تقول له دايمنشنز. تيجي تاني تقول له ايه؟ بتعملها ايه؟ ايوه دايمنشنز. الناس معايا؟ تيجي تاخد الرو ده بوردر سين لاين ناخد عليهم كلهم كده نقول له اعمل لي بوردر سين لاين مربعات. طيب بص بقى يا ريس انا عايز اعرف عندي كام باب في الدور الواحد. حلو الدور الثاني الدور الرابع الدور الاول الدور الجراوند فيها بيبان كتير صح؟ بص كل لعبنا في الحاجات دي. هاجي مثلا اقول له ايه سورتنج اند جرومنج اللي زي بيرتب. حلو اقول له رتب لي حسب مين؟ حسب الليفل وحط لي التكست في الهيدر ادوس اوكي. ليفل او البيس في دول الجراوند في دول الاول في دول. حلو طيب انا عايز التسميه تبقى على الشمال هاجي منين؟ من الفلدس. مش ده اللي انا عملته؟ خلي الفاملي عن تايب فين؟ فوق خالص. من بعده مين؟ الفانكشن. من بعده مين؟ الهايت. من بعده الليفل او خلي الهايت جوه عشان هم جروب ادوس اوكي. تمام جاب الفاملي عن تايب الفانكشن. هاجي اقول له ايه؟ هات البيبان الاكستيريور بس صح اللي جنبك. هات لي البيبان الاكستيريور بس عشان مثلا انا هبدا انفذ اللي بره الاول واقفل المبنى بتاعي. محتاج اعرف عندي كام باب اكستيريور بس صح؟ فاجي في الفلتر اقول له فلتر لي حسب مين؟ الفانكشن. عايز مين؟ الاكستيريور بس اوكي. جاب لك الايه؟ البيبان الاكستيريور اللي هي في البيز والجراوند. فاهمين معايا؟ عايز اعرف كام باب؟ هاجي اقول له في الفلتس في حاجة اسمها كاونت شايفينها؟ زودها لي بالمرة. يقول لك ده هنا في واحد 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 واحد. الناس معايا؟ طيب يبقى أنا أعرف بوهلة بسيطة أنا عندي باب مقاسه كام في كام وظيفته إيه؟ ارتفاعه وعرضه والسكنس وعندي كام واحد في اللي. عايز أعمل التوتال على طول بخش منين؟ من سورتنج أند جروبنج بقول له حاجة اسمها إيه؟ جراند إيه؟ جراند توتال وأدوس أوكي. جاب لي كام واحد؟ عايز تلات. ايه الاخبار؟ بكليكها واحده تعمل حصر كل اللي عندك اللي. طيب شوفوها ونكمل عشان انتوا ايه ده راح فين؟ لو جيت عملت سورتنج اند جروبنج هنا ثانيه. الو هندسه ازيك اخبارك ايه؟ ايه عامل ايه دلوقتي؟ ايه نتقابل ثلاثة ولا نخليها بعد الفطار؟ نخليها بعد الفطار كده تبقى مركز والدنيا تمام واقعد معاك طول الليل؟ يعني واحدة ونص كده برضه ان شاء الله. يعني في عزومة عندنا في البيت فلازم ابقى اكون في البيت وبتاع انت فاهم؟ ولا انت بالنسبة لك هيبقى مشكلة؟ طب ما تعرفني انا معاك اهو. لا عادي والله يا ريس يعني شفتها. طب نخليها مثلا خمسة؟ اجي لك خمسة ونفطر مع بعض؟ ماشي يا ريس يلا سلام. ساعات بينفع. جيت قلت له اعمل لي سورتنج حسب مين؟ لا ركزوا معايا حسب الليفل. حلو جيت قلت له في الفوتر بقى اعمل لي الايه؟ التوتال. يعني ايه؟ يعني كل دور. طيب جيت في السورتنج قلت له اعمل لي التوتال. جيت بقى في الفورماتنج الكاونت قلت له حاجه اسمها ايه؟ كالكوليت توتال.
يبقى هنا لك ايه اهو 4 و4 و3 لا تمام. يبقى انا بروح في السورتنج اقول له اظهر لي التوتال تحت، بس لو ما عملتهاش في الفورماتنج مش هطلع لك رقم، يعني كاني بحجز خانات، لكن انا بروح اعمل الحسبه فين؟ في الفورماتنج. فاهمين اقصد ايه؟ يعني الاولى ان انا اجي هنا اقول له ايه؟ على الكاونت اقول له كالكوليت توتال. اتفقنا؟ طيب ده بالنسبه للبيبان. انا عامل فلتر ها؟ جيت قلت له فلتر فلتر لي حسب مين؟ الفانكشن وعايزها ايه؟ اكستيريور. طيب خلاص اوكي. نيجي تاني طبعا لما اجي في الشيت اللي احنا كنا عاملينه اللي هو ده، هنا في شيت زي شايفاه، لو دوست عليها وجيت شديت البيبان الليسته كلها. جميل. بس انا مثلا كنت حاطط بلان ليفل 2 بس او ليفل 1 بس صح؟ فاجي هنا اقول له ايه؟ فلتر حسب مين؟ حسب الليفل، وعايز بيز ادوس اوكي هيجد لي ايه؟ اللي في البيز بس. واجي بقى هنا في الطباعه اللي هو ده اشد مين؟ اشد البيبان جد الايه؟ تيجي تبص عليه ادي منظر، تكليك عليه تسيب دي كده. الناس معايا؟ حاسس انك ايه؟ ضغط الكاونت بتاعته وخلاص. انا يا جماعه عملت الجدول بتاع مين؟ بتاع اليوم. في مشكله مع حد؟ طيب ايه كمان؟ لو جيت هنا انا عايز ارتبهم حسب الليفل بس ما ظهرش الليفل، يعني لما جيت هنا هو ظاهر لي مين؟ طيب اما انا عارف ان ده بتاع البلان ملهاش لازمه ان انا اطلعها في الجدول ده ليفل، فاهم؟ اللي هو هيبقى اللي انت حاطط الليفل مرتين ليه؟ ما انا عارف ان دوت مثلا بلان البيز جنبه الجدول بتاعه ليه محطوط في السيل؟ طيب ما هو انا لو شلته مش هعرف افلتر حسب مين؟ حسب الليفل، فبالتالي عايز وظيفته بس مش عايزه يظهر صح؟ يعني اجي هنا واجي اقول له edit type اسف في الليفل واقول له ايه؟ hidden fill، ادوس اوكي ايه اللي حصل؟ خفاني بس ستيل ايه؟ شغال بيه. فاهمين حاجه؟ خلاص يا جدعان في فورماتنج للليفل هيدن فيل، هيدن فيل ادوس اوكي. تمام فورماتنج تختفي. فانا يا جماعه في حد عنده مشكله؟ طيب نيجي نعمل الحوار ده تاني على فيو سكيدولز، اقول له لمين مثلا؟ فرنيتشر. عايز ايه الفرنيتشر؟ اول هام الفاميلي ام تايب الليفل بتاعي لا الكوست لو في تكلفه ادوس اوكي اهو ملهاش كوست ولا ازاي تعمل كوست سراير وكراسي وحاجات كتير. حلو انا عايز اعرف كل الكراسي اللي عندي بكل بساطه هعمل ايه؟ فلتر حسب مين؟ مش هيتعمل. طيب هتقلي حسب الليفل جاد اللي في البيز بس صح؟ ما هو بقى انا عايز اعملها حسب فاميلي ام تايب. فاميلي ام تايب طيب انا عايز اعرف عندي كام كرسي بس المفروض في من فلتر الاقيها. طيب ممكن نعملها من فلتر اقول له هات لي في حاجه اسمها تايب ستايب يعني لو في تايب ديسكريبشن فاميلي يعني الفاميلي
يعني فلتر اشوف ايه اللي هيظهر لي في الفلتر بقى ديسكريبشن مفيش حاجه تاني طيب ممكن نعملها ازاي نخلي الفلتر نال اقول له رتب لي حسب مين حسب الليفل جميل وادوس اوكي جاب لي الليفل 1 ليفل 2 هكذا صح اقول له رتب لي كمان حسب مين الفاميلي ان تايب كده هو مرتب لي كام مره مرتين يعني ليفل 1 الجراوند وكل واحد لمه على بعضه صح يعني لما اجي هنا في السورتنج واقول له حط لي ده كمان تظهر معاك كده اللي هو البيز ليفل في اذا تشير وده تشيز وده كافيه صح؟ طيب انا عايز اشوف ارقام مش عايز اشوف كل ده يعني اجي هنا اقول له في السوردنج في حاجه اسمها ايه؟ ايتمايز واقول له شيل لي ده ودوس اوكي انا كان تشير في ليفل 1 استنى مش فاهمين حاجه صح؟ طيب ادي الفوتر جراند توتال وفي الاكونت اقول هات لي الكاونت فين اد واجي في الفورماتنج للكاونت اعمل جراند توتال وادوس اوكي اهو البيز ليفل عندك اربع كراسي فايبر عندك تشيز عندك اربعه الكافيه عندك واحد انتوا معايا في كل ليفل اشوف فيه موجود قد ايه تمام طيب لو انا بقى عايز ارتب دوت مش متاح هنا اي حاجة انت محتار فيها تعمل ايه فايل او هنا نيو اكسبورت ريبورت از سكيدول وتسيفها على الديسكتوب في نيتشر سكيدول وتدوس اوكي خلاص تروح تفتح اكسل شيت بالمنظر ده هو مش هيخلص ما تتوقعش ان هو ممكن يخلص النهارده يعني 11% بس ولا ابوها يعني نجيب الديسكتوب بجيبه ازاي الاعلان بتاعي باجي كده هشد دي كده يحط لي التاني راح مسلك عليها كده واقول له ايه سنتر وشد لي دي كده الناس معايا ولا ما انا بعمله اهو بس الفكره كلها لو انت احتجتي في حاجه وعايز تعملي تصنيف زي ما انت عايزه فاهماني يعني مثلا انا هناك مش عارف اجيب الفاميلي ان تايب في الفلتر فاضطريت ان انا اعملها هنا واجي في التشير ده مثلا الفايبر في حاجه اسمها ايه سورت من A to Z جاب لي كل التركيب مع بعض يعني كل الكافيه اهم في كل الليفلز ها يعني جاب لي كلهم ورا بعض ده تشوفي ادي 1 2 3 4 5 جميل الدريسر ده كله وادي الارقام بتاعته انت فاهماني وتجمعي طيب تيجي بقى هنا في الريفل هنا كل ليفل وموجود جواه اللي تشير كام واحد والفرنيتشر كام واحد والصوفة كام واحد وهكذا لكن انا اجيب الصوفة بس وموجودة جوه ليفلز ايه دي تتعمل بالفلترز يعني هقول له فاملي ان تايب مثلا واشيل نان ممكن يفهم ان تايب صحيح اهي هي جت اهي بس خلاص يعني اجي اقول له شيلها لي لازم تتعمل اهي هو ده اللي انتوا عايزينه صح؟ هو ده ولا لا؟ البيت فيه كام واحد؟ الشير فيه كام واحد؟ صح؟ كل واحد فيه كام واحد؟ مالكش دعوه بقى ده في ليفل كام او هكذا فهمتوا؟ انتوا مالكم؟ تعبتوا؟ تعبتوا؟